اليوم فعلا موجودين في محافظة الجهراء وفي مستشفى الجهراء، افتتاح 7 أقسام في هذا المستشفى. قبل أيام قليلة تم افتتاح هذا العيادات التخصصية أو الأقسام من قبل معالي وزير الصحة، وراح نتكلم عنها أكثر وأكثر لخدمة أهالي منطقة أو محافظة الجهراء والمواطنين والمقيمين. معالي الدكتور أحمد خاجة نائب مدير مستشفى الجهراء، نتكلم عن هالموضوع. صبحك الله خير دكتور، يعطيك العافية ومبروك على هالأقسام الجديدة هذه. صبحك الله بالنور والله يبارك فيك وصبح عليك وعلى سادة المشاهدين، ومشكورين على اللقاء مقدما. دكتور يعني احنا يعني نعرف ان محافظة الجهراء من المحافظات الكبيرة في دولة الكويت وتستقبل يعني مواطنين ومقيمين، ودنا نتكلم عن هالسبع عيادات هذه، طريقتها، عملها، دورها، شغلها. بداية مستشفى الجهرة مستشفى كبير، نستقبل يوميا ما يقارب 3000 حالة ما بين العيادات الخارجية والحوادث. تم بفترة الأخيرة افتتاح 7 أقسام جديدة، منها استحداث ومنها توسعة. احنا حاليا متواجدين في قسم الطب الطبيعي، كان قبل في عيادتين يشتغلون هي الصحة العامة وكانت تشتغل فترة الصباحية والمسائية. حاليا تم استحداث عدد 5 عيادات أخرى تخصصية. أول شيء عندنا عيادات اللي هي القدم السكري، وعندنا عيادات المواجهة الصدمية لعلاج الأوتار والكتف، عندنا عيادات الإبر الصينية بالليزر، وأيضا عندنا عيادات فحص التوازن. الأقسام الأخرى بتاعت عندنا الصيدلية أو المعمل الدوائي. المعمل الدوائي يعمل حسب لوائح وزارة الصحة من حيث جلب وصرف الأدوية. اللي ميزنا في الجهرة أن عندنا منطقة معقمة في الكامل، فيها 4 معامل. المعامل هذه تتم تصنيع فيها الأدوية والمستحضرات الوريدية والمستحضرات الغذائية، وايضا ان السيستم موصل بالكمبيوتر مع المستودعات الطبيه، وما يتم تحضيره في المختبر عندنا او في المصنع المعمل عندنا هنا يتم توزيع داخل المستشفى وعلى المراكز الصحيه التابعه لمنطقه الجهراء. دكتور يمكن احنا ما شاء الله اعطيتنا فكره حلوه عن الاقسام اللي افتتحت الجديده هذه، لكن حسب ما قلت ان عندكم يعني غرفة عمليات صغرى للنساء، وهذا شيء انه يريح عليكم انه بدل ما تكون مثلا الاخت موجوده او تنام مثلا عندك في المستشفى عمليه بسيطه وتطلع تروح البيت، فهذا يعطيكم انه في اماكن تكون عندكم في المستشفى. نعم، هذا قسم جديد اتوقع انه الاول على مستوى الكويت حاليا. الفكره منه انه اذا كانت المريضه حالتها مستقره ومحتاجه الى عمليه، بدل تدخل وتنام ليلة وثاني يوم تسوي العملية الصبح، تجينا في الصبح من الساعة 7. في 6 غرف للمرضى، يعني يتم باليوم عمل 6 عمليات. تدخل المريضة إلى غرفتها ويتم معاينتها عن طريق الطبيب المعالج وطبيب التخدير والتمريض، ومن ثم تدخل إلى غرفة العمليات، وبعد العملية تروح إلى غرفة الإفاقة، وبعد الإفاقة ترجع إلى غرفتها، ومتى ما استقرت الحالة تقدر تتوكل على الله تروح البيت. دكتور والحلو أن هذه الأقسام يعني كلها قريبة على بعض، يعني تطلع من 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 موقع إلى موقع وتكون كلها قريبة على بعض. إيه نعم، المنطقة هذه اللي احنا فيها حاليا فيها 5 أقسام. طبعا توسعة الحوادث هذا شيء كان وايد جميل وريح لنا، ريحنا وريح المرضى بعد، لأن زدنا عدد الأسرة. زدنا عدد الأسرة في حوادث ملاحظة الرجال من 15 إلى 26 سرير، ونفس الطريقة لملاحظة النساء من هم 15 إلى 26 سرير، بالإضافة إلى غرف العزل، وأن الملاحظة مزودة في أحدث الأجهزة لإنعاش القلب الرئوي، وأيضا متابعة المرضى بحيث أن الطبيب يقدر يتابع المريض عن طريق الشاشات وهو قاعد على الستيشن في الاستقبال. ممتاز، يعني عندكم شاشات موجودة أن الدكتور يتابع الحالة وهو عنده في مكتبه على الستيشن مال الحوادث نفسها. اي نعم، وحتى بكل نعرف المشاهد الكريم أن يعني هذه العيادات هي قريبة على مدخل الطوارئ. اي نعم، هذه على طول عند باب الطوارئ، يعني المريض ما يدخل الطوارئ، احنا عندنا نظام الترياج اللي هو التصنيف، يدخل المريض على طول يقابله دكتور مع ممرضة.
يصنفون الحالة هل هي حالة مستعجلة أو طارئة أو حالة متوسطة أو حالة بسيطة. إذا كانت حالة مستعجلة على طول يدخل النعاش، إذا حالة متوسطة يدخل عندنا في الملاحظة، إذا حالة بسيطة يأخذ الرقم وينطر، وغالبا الانتظار عندنا من 5 إلى 10 دقائق، وكلها منطقة قريبة متواصلة مع بعض. دكتور، لو نتكلم عن يعني الخطة المستقبلية عندكم، يعني بعد هالسبع الأقسام اللي افتتحتوها لابد أن في عندكم خطة موجودة للمستشفى. نعم، الخطة المستقبلية راح تكون إن شاء الله أن قسم الجراحة اللي عندنا حاليا ومساكن فورية يتفعل في الكامل من مناظير ومن علامات الجروح بالأكسجين أو الجروح المزمنة، بالإضافة أنه راح يكون عندنا إن شاء الله خلال الأشهر القادمة افتتاح العمليات الصغرى في قسم الحوادث، وأيضا راح يكون عندنا إن شاء الله قسم جديد أو توسعة في قسم التلقيح الصناعي إن شاء الله. دكتور، لو نتكلم عن يعني القدرة الاستيعابية للمستشفى، احنا عارفين محافظة الجهرة هذا المستشفى صار له فترة طويلة، والآن قاعد يبنى مستشفى ثاني جديد بجانبه تقريبا، لكن القدرة الاستيعابية لهذا المستشفى؟ القدرة الاستيعابية المستشفى حاليا في ما يقارب 750 سرير، فهذه قدرتنا الحاليه، وان شاء الله نامل مع افتتاح المستشفى الجديد نزيد القدره الاستيعابيه للمستشفى. لو نقدر نحسبها على اهالي او السكان الموجودين في محافظه الجهره، تقريبا النسبه ايش كثر عندكم؟ محافظه الجهره فيها اذا ماني غلطان ما بين 700 الى 800 الف نسمه. ما شاء الله. فنحاول وان شاء الله ان شاء الله. دكتور، خلنا ممكن نتكلم عن اللي قلت لي ان في عندكم حق الادويه موجود، عندكم قسم حق الادويه افتتحتوه تو جديد اللي هو في اكثر من موضوع في هذا، ودنا نتكلم عن قسم الادويه اللي عندكم اللي كاميرتنا الان انتقلت للجهه الثانيه. اللي هو معمل الادويه حاليا، اي نعم، مثل ما قلنا ان احنا نتبع لوائح وزاره الصحه في جلب وصرف الادويه. في 4 معامل للمحاليل الوريدية وللتغذية الوريدية وأيضا للمواد الحيوية والأدوية، وأن عندنا أهم شيء أن إحنا بدال نعطي الدول المواد الحيوي ونسوي قبله تحليل الحساسية لنأخذها من الدواء نفسه، إحنا لا، قاعد نصنع محلول الحساسية قبل لا نعطي المريض الدواء. أيضا أن عندنا الصيدلية السريرية وهذه متوفرة في العناية المركزة، ويشهد لها الأطباء أن شيء ممتاز وشيء مهم حق المرضى أن يكون الصيادلية سريرية. نعم، أن يكون الصيادلة متواجدين في العناية لحسب الجرعات ولتفادي الأخطاء مع الجرعات المرضى. يعني هذا حق الأشخاص اللي موجودين في العناية المركزة، الحالات الحرجة. نعم، الحالات الحرجة. أي نعم. وبالإضافة مثل ما قلنا أن ما يتم تصنيعه في المعامل عندنا يوزع على جميع أقسام المستشفى والمراكز الصحية المستوصفات التابعة للمنطقة. الله يعطيكم العافية الدكتور أحمد خاجة، نائب مدير مستشفى الجهراء، وكل من يعني ساهم وخلى بالرابط صباح الخير يكون موجود معاكم في هذا المكان. لكن يمكن نصيحة اللي يعني البعض يقول لك والله أنا لم يكن عمري بالوقت الفلاني ودي أفحص فحص كامل، الأخت مثلا لازم فحص كامل، في يعني يطلب بعض الفحوصات حق الأشخاص، يعني أنت حتى لو ما فيك شيء تشيك على نفسك أفضل. نعم، أول شيء مشكورين ونتمنى الصحة والعافية للجميع. مثل ما احنا عارفين حاليا في الكويت عندنا الحملات التوعوية للمسح الصحي، واللي شغالين عليها حاليا اللي هي المسح الصحي لسرطان القولون والمستقيم، بالإضافة إلى سرطان البروستات وسرطان الثدي، وهذه كلها متوفرة عندنا هنا في الجهرة لأي شخص وصل عمره 40 أو 45 سنة، ننصحه وبشدة أنه يقوم بعمل الفحوصات هذه. ضروري دكتور هذه؟ ضروري، ضروري جدا جدا جدا. أي رجل وصل عمره 45 سنة يريت أنه يروح المستوصف يأخذ موعد لعمل غضار القولون، وأي سيدة وصل عمرها 40 سنة يفضل أن تأخذ موعد لعمل الماموغرام فحص سرطان الثدي. يعني هذه رسالة من الدكتور أحمد خاجة، نائب مدير مستشفى الجهراء، لأي شخص، أي مواطن أو مواطنة أو أي شخص كمل عمره 40 سنة، وأي مواطن عمره كذلك 40 سنة. نعم، 40 للرجال، إنهم يجون المستشفى يعملون لهم هالفحوصات. إيش كثير تطول الفحوصات تقريبا؟ على الموعد ما يطول أسبوع، بالكثير يكون خالص الموعد مسوي في تحايل إن شاء الله كلها خالصة. تكون فحوصات شنو دكتور؟ اللي هو المنظار القولون لسرطان القولون، والماموغرام اللي هو الأشعة لسرطان الثدي. هل هذه تأثر على الجسم؟ مثلاً يعني إذا في مثلاً اكتشف إن في مثلاً سرطان القولون، هل تأثر ولا تقدروا تتفادون الشغلات كبدايتها؟
طبعا كل ما كان الكشف مبكر كل ما كانت طريقة العلاج أسهل وأسرع للمريض وأمل له، بدل لا أنطر أنه يكون في مرض وينتشر، بالعكس إحنا نصيده مبكر ونعالجه مبكر أفضل لنا وأفضل للمريض أكيد. يعطيك العافية الدكتور أحمد خاجة نائب مدير مستشفى الجهرة، ما شاء الله يعطي يعني إحنا اليوم خذينا ما شاء الله وقتنا جميل جدا حتى نهاية هذا البرنامج، برنامج صباح الخير، عساكم على القوة.